يسعد اوقاتكم جميعا واهلا وسهلا ومرحبا فيكم فيديو جديد. الفيديو اليوم رح نفتح فيه صناديق الحدث الكبيره الذهبيه، ومعي على التسجيل اخي وحبيبي صدام حيشاركنا بهي اللحظه. حبيبي قبل ما نبلش الفيديو لا تنسوا الاشتراك واللايك للقناه، ويلا خلونا نبدا. يلا المتابعين، يلا على الصناديق الذهبيه نفتح، نقول بسم الله. يلا فاتحة خير اول واحدة. يلا حافتح اول صفحة يدوي وتاني صفحة منجرب اوتوماتيك، شو رأيك؟ يلا منيح، بصير كمان. يلا نقول بسم الله، نبلش خير الامور الوسط، ناخذ الزوايا زوايا. يلا اول واحدة 500، نايس حلوة. بدك اياها المدرشة بها صح؟ ايه لكن جديدة. يلا وحتى حتى السور ما عندي اياها، حتى السنو يعني الفروزن هي عندي اياها. هي اول صندوق. اوه حلو نايس. الفروزن كمان عندي اياها بس مو مطوره. هي فروزن ال يعني لحد الان كله بدك اياه. ايه كل شيء من السفن بدي اياه. هي 5000 فروزن قطعه واحده. اوه هي 1000 سور، كانه اكثر شيء عم تطلع الفروزن وبعدين السور. هي ثاني صندوق بتصير تكبها فضة. ايه هلا تاني نشوف كم صندوق بيعطينا. هاي 1000 كمان الجديدة اعطانا. حلو صاروا 1500. نايس نايس نايس. هاي 500 من السور وصندوق. بالعادة كان يعطي 5 صناديق، هلا عم يعطي ماكسيموم 4. كيف 4 وصرت باخذ 3؟ ايه هيك عشوائي صار، انه كان على كل عشوائي. صف كان على كل صف يعطيك انه صندوق. هاي الرابع يا زلمة مشان الله مش عارف شو بدي اقول. حلو طب 4 هيك المفروض هيك تلحق 5. طيب والله ما ادري، بس غالبا الخامس يكون الذهبي. شايف خامس الذهبي. ما طلع لي من المزار شبل الجديدة غير 1500. هات نفتح صفحة بلنا كاملة ونشوف قديش هيجينا. البداية طلع 1500 وغيرها كامل. نعم نعم. هاي شو تفضل. هاي 500. هاي 2000. هاي 500. هاي 2500. 3500. هاي 1000. 4500. 4500. مليح. هون اعطاني 5 صناديق، شوف. مو 4. فهيك شانس يعني. شانس يعني. اوكي اوكي. نفتح اخر سحبتين موجودين. هاي 2000 فروزن. وهي 1000 سور. ها. اي جاني صندوق نايس، صاروا 10 صناديق عوضهم. يلا هات نفتح هذا الصندوق. سمعنا قاعدين نشلي عليه. شوف شو فيه التايتن امبليفاير وال امبليفاير. حلو فايرون. شوف شو بدك منه انت. بدي الفايرون وبدي اللايف سيفير وبدي الديورابيلتي اكستندر، هدول اهم شيء. اللايف سيفير هذا بيعطيك اختفاء ستيلز وبيعطيك بيمنع عنك تخطي الديفنس، يعني الاسلحه اللي بتتخطى الديفنس بيحجبها. حلو والله ممتاز. فهذا اثنين هدول التوريت بدي اياهم يعني. الشغل قد قد يعني. هو والديورابيلتي اكستندر. في عندك كمان تايتن الايسر بنسختينه والدرونات. هلا بصير شبعنا درونات. بس خذها على فضه معلم. خذها على فضه. شو والدمج كنترول عندي منها بيعطيني اياها. استفاد دامج كنترول وايثر و اول صندوق بسم الله. ها هي اجانا ايسا تفضل لسه. فضه 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 كويس. هات لنشوف الثاني. لسه بنحكي. ها هي فايرون كويس. هي اول واحد ما طلع عندي. اوكي لقت عندي. يلا منور ماشي. هاي اللي بعد الثالث. اوكي هاي اللينز كرول لينز ماشي. انا ما معي غير واحدة، بركي اذا اجتنا ثلاثة بنحطهم على التايتن جديد بنجربه. هاي اطلع معك 5 طول بالك. هاي دامج كنترول تفضل. قلت لك سامعنا. كستندر ما هيعطيني ولا هيعطيني لايف سيفر. ها هاي جليف كمان نسخة تقيلة. اذا بدي من عليك عرفت يعطيك
شو اتفه يعني، خلينا نقول هاي لينز تاني. ها صاروا ثلاثة، صاروا ثلاثة بنحطهم على التايتن الجديد، عرفت؟ هلا بنطورهم وبنلعب فيه. هاك اسلحة التايتن الجديد نتلتها. سواي هو ما بتكيش فضل التايتن، لو كنت اقول لك يجنك مع فضات انه هاي كاحد رابع بعد اللي هاي طقم كامل باكي بدك تحطه على النودينز اخي. صحيح. هاي كمان جليف بشان الشرنقة اخي، انا صحيح ما عندي شرنقة بس بشان الشرنقة. وقال شكل لك، قال شكل لك، ايوه قال شكل وينور. وهي كليف ثاني كمان، تفضل اخر صندوق حنشوف حيعطينا وضع ظهرك. ما اعرف وين مشان يكونوا كلهم نسخة مطورة اخي. هاي اعطانا بارالايز، عجخ علي هلا. هات لما نشوف الصندوق الكبير بقى حيعطينا تايتن فيه. قلتها والله ما في غير الزق من اللي شفته لحد هسه. هو يا سلاح يا تايتن يعني، اكيد يعني شو بده؟ هاي سلاح. قلتك الثانية بيعطينا فيها تايتن، يا رب تايتن، يا رب تايتن. تايتن. لا تايتن تايتن، قول تايتن يا اخي. واي تايتن. هو فضة. بس فضة عن فضة بتفرق يا اخي. هات نشوف شو جبنا. توتال تايتن وسلاحه الايفورا. بارالايز كوشة اسلحة من الاسلحة التايتن القديمة يعني بيجيب عنا 100,000 فضة. ايه وفي عنا التايتن ايسر وينه؟ ليش مو حاطه؟ وين الايثر؟ بس صندوق لا المفروض موجود وينه؟ هلو شكله ما بيحط بس اخر 10 او شيء يعني. اوكي تعال نشوف المزار شيب نشوف شو جمعنا. وفي الجديد شو 4.5 بس ما طلع لك غير المرة هون واحد هو وحظه شو بيطلع له بالتايتن، يا بيطلع لك من اول سحبه يا بدك 4 سحبات لحتى تطلع التايتن مع سلاحته. اللي بده يطلع التايتن مع سلاحته حط زق بيعطيك يا سلامه. ايه نعم ايه انا عارف. هات لنشوف قد ايش جمعنا من المذر شيب. اللي يلا 4 سحبات هاي الفروزن 32,000 معي قطع منها، هاي تمكست على اكيد يعني. السور عطاني 15,000 يعني 10,000 هدول مزر شيب، 5,000 ما بتع... رح تعمل فيهم شيء، وهي بس 4500 منها. يعني بدك تفتح لك كمان شي صفحتين تانيات لحتى تجيبها، لسه ما حكيت على تطويرها بس لتجيبها. يشوف الثور صار معك 15,000 ليش؟ لانك جمعتني شوي شوي حتى مصنع 10,000. ايه بس صار 10,000 جخ عليك بال 5,000 مباشرة لان صارت عندك خلاص. ماشي. يلا نشوف بقى قديش بدنا لحتى نجمع هاي البلدين. وبس اصدقائي هذا كان كل شيء لفيديو اليوم، ان شاء الله تكونوا استفدتوا واستمتعتوا واخذتوا فكرة عن فتح الصناديق اللي بده حابب يفتح بهذا الموسم. وبنشوفكم على خير بفيديو جديد باذن الله. السلام عليكم ورحمة الله. سلام سلام.